أطيب وأرق تحية لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا في أولى حلقات هذا الأسبوع من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة كيف العادة فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. اليوم إن شاء الله غادي نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي سبقوا مرات معنا، وأمل إن شاء الله أنه أمينة من تمارة، سكينة، أم رانيا، نجلة من شفشاون اليوم إن شاء الله يكونوا في الاستماع باش ياخذوا الإجابات على الأسئلة اللي سبقوا طرحوها علينا. من بعد غادي نمشيو لفقرة بريكولاج بمجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات، واليوم إن شاء الله غادي ندرجوا أفكار واقتراحات من عند زاهرة بوشارب، من عند دلال، ومن عند حكيمة. إن شاء الله اليوم ندرجوا كل أفكارهم وكل اقتراحاتهم. أما تواصلنا اليوم فغادي يكون مع متوجة الشهر، ومتوجة شهر نوفمبر لعام 2015 هي ملكة من تيزنيت. فاليوم إن شاء الله بداية من الحلقة ديال اليوم وطيلة شهر نوفمبر كل يوم اثنين غادي نبقاو نتواصلوا معها، نسمعوا صوتها على الهواء مباشرة، وهكذا غتفيدنا بأفكارها وباقتراحاتها. فمشكورة ملكة من تيزنيت، يعني حتى الأوفياء ديال البرنامج كانوا دائما كيسمعوا الاسم ديالها من خلال الأفكار والاقتراحات فقرة بريكولاج، لأنها ما شاء الله عليها كذلك حدقة ومجتهدة ودائما كتفيدنا بالأفكار وبالاقتراحات ديالها اللي كتوضعها من خلال صفحة البرنامج. أما تواصلنا معكم أنتم أوفياء، أنا مرحبا بكل أسئلتكم، وعلاش لا حتى أنتم إلا بغيتوا أفكاركم واقتراحاتكم تقاسموها وتشاركوها معنا وفيدونا بها على الأرقام 0522 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش على أنه كاين رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس، وكيكفي انكم تكتبوا كلمه ماد كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. حنا قبل ما غادي نمشيو لاولى فقراتنا كيف العاده غادي نبقاو مع اولى اختياراتنا الغنائيه، نسمعوا ليها وراجعين، فبقوا معنا. ورجعنا دائما على ماد غاديو الاذاعه القريبه منكم، وغادي نمشيو باش نجاوبوا على مجموعه من الاسئله من خلال اولى فقراتنا. اول سؤال غادي نبداو به اليوم كان من عند امينه من تماره. امينه كانت وصلت معنا في الحلقه الماضيه وقالت عندها مشكل واحد البيجاما ديال القطن اللي تقاس بالرمان. فهنا كنعرفوا على انه الطبايع ديال الرمان كيتعتبروا من اصعب الطبايع، بحالهم بحال البرباد لا حتى هو ملي كيكون في الوقت ديالو، فكيكونوا طبايع اللي كتكون شويه صعيبه عند بزاف ديال الامهات، وكيتشكاو لبزاف ديال الناس اللي كيتقاسوا الحوايج ديالهم بهذا الطبايع على انهم ما كيبغوش يحيدوا رغم التصبين شحال من مره. فهنايا امينه النصيحه اللي غادي نعطيوك، اول اقتراح ديك الطبعه كيخصها تفرك بالملحه والماء بارد. اهم حاجه انه ديك الطبعه ما ديريش ليها الماء سخون نهائيا. فكيف طبايع ديال الرمان او اللحت ديال البربه بحال طبايع مثلا ديال الدم الا كانوا في الحوايج، فالوقت اللي حنا كنرقدوهم في الماء سخون ديك الطبعه كتبقى كتغلغل كتر في داك التوب وما كتبغيش تحيد نهائيا. هادشي علاش استعملي غير الماء العادي مع الملحه وفركي بهم ديك الطبعه مزيان. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني، ممكن انك تعملي داك الخليط اللي كنا عطيناه كحل فعال بالنسبه للطبايع ديال المداد. يعني المداد الوقت اللي كيقيس الحوايج باش كنحيدوهم كنرقدوهم في داك الخليط اللي كنصيبوه بعصير الحامض مع الحليب، كناخذوهم بنفس العبار بنفس القياس. يعني الا خدينا 4 كاس صغير ديال عصير الحامض كناخذو 4 كاس صغير ديال الحليب كنخلطوهم، وهذا الخليط كنرقدو فيه ديك الطبعه. فممكن تعمليه حتى بالنسبه للرمان وكتخليه حتى كتشوفي على انه داك الخليط كيتبدل اللون ديالو، بحيث انه اللون ديال الرمان كيحيد من داك التوب وكيمشي كيطلق في داك الخليط اللي هو مصايب بالحليب مع العصير ديال الحامض. اولا كيبقى الاقتراح الاول حتى هو راه فعال، فقط الماء البارد يعني الماء عادي ديال الروبيني بلا ما تعملي الماء سخون نهائيا والملحه هما باش كتفركي ديك الطبعه ديال الرمان. ونصيحتي لكل الناس على انه الطبعه كل ما كانت جديده وحيدناها، يعني عملنا اما الاقتراح الاول والاقتراح الثاني، النتيجه كتكون فعاله اكثر، ماشي بحال الوقت اللي حنا مثلا ديك الطبعه كتقاس وكنخليوها واحد اسبوع ولا اكثر ولا حتى كنبغيو نصبنوا الحوايج عاد ديك الساعه، فهنا كتولي شويه صعوبه. وكيخصنا مثلا هذا الاقتراح اللي درناه هو فعال ولكن ماشي من المره الاولى، كيخصنا نديرو المره الاولى والثانيه ونقدروا نعاودوا حتى الثالثه عاد كنحصلوا على النتيجه اللي حنا بغينا. فهما زوج ديال الاقتراحات، كنتمنى ان شاء الله امينه تجربي واحد منهم، شوفي السهل ليك واللي غادي يوالمك، وان شاء الله ترجعي تواصلي معنا تقولي لنا شنو كانت النتيجه. غادي نمشيو هاد المره فقط بالنسبه للسؤال ديال سكينه وام رانيا. الصفوريه لما كتقيس الحوايج اللي حنا كنساوهم مده طويله في البلاكار، تسنوا الاجابه ان شاء الله من خلال الفقره المواليه فقره بريكولاج، فهو غيكون جواب على سؤال ديالكم، وفي نفس الوقت هو اقتراح من عند زهيرة بوشارب. غادي نمشيو هاد المرة لسؤال آخر كذلك كان من عند نجلاء من شفشاون. نجلاء كانت وصلت معنا وقالت أنه البنيته ديالها وسخات اللبسة ديال المدرسة بداك البلونكو، يعني هو غالبا اللون ديالو كيكون أبيض لأنه كنصحو به، إلا خطأنا في شي كلمة وكنبغيو نعاودوها كنصحو به. فهو عادة الوقت اللي كيقيس الحوايج، وهاد المسألة راه كيلاحظوها الأمهات، كيولي تماما بحال هادوك الحوايج مقيوسين إما بالجير أولا بالقبص، يعني كينشف وكيبقى بواحد بحال واحد الطبقة اللي هي ناشفة فوق
داك الثوب. فهنا الحل ساهل نجلاء، ما تخافيش نهائيا، لانه ماشي طبعه اللي هي مغلغله في داك النسيج، كتكون غير من الفوق بحال واحد الطبقه اللي نشفات. اشنو غادي نديرو هنا؟ ما عليك الا تاخدي الخل الابيض، خدي تقريبا واحد نص كاس صغير، ديريه في طنجره صغيره ولا في كاسرونه، وسخنيه فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كتشوفي على انه داك الخل بدا كيسخن، ما تخليش حتى كيتغلى لانه كيتحرق، غير كيبدا كيدفى يعني كتوصلوا الحراره، حيدي من فوق البوطه وداك الخل اللي هو دافي رقدي فيه ديك الطبعه، فغتشوفي على انه ديك الطبقه اشنو كدير، بحال كتشقق وكتهرس، وبسهوله غير فركه خفيفه بين يديك كتكون كافيه على انه الاثار ما كيبقاش نهائيا. ما عليك الا تاخذي نص كاس صغير ديال الخل الابيض، سخنيه فوق البوطه على عافيه مهيله، اما في كاسرونه ولا في طنجره، الوقت اللي كتشوفي على انه الحراره بدات كتوصلوا، يعني ما كيسخنش نهائيا، ما كيوصلش حتى لديك الدرجه ولا كيبدا كيتغلى، غير كتقيسوا الحراره، كتحيدي من فوق البوطه وكترقدي فيه ديك الطبعه، والنتيجه على انه غتشوفي ديك الطبقه بحال كتبدا كتشقق وكتهرس وكتذوب، وديك الساعه غير فركه خفيفه بين يديك راها كتكون كافيه، وما كيبقاش المشكل نهائيا في ديك اللبسه ديال المدرسه ديال بنيتها، وتقدر تلبسها من الاول وجديد بالصحه والراحه. حنا غادي نرجعوا مازال ونواصلوا دائما حلقه اليوم من برنامج سيداتي سادتي على ميد راديو، الاذاعه القريبه منكم، فاصل وراجعين فخليكم معنا. ورجعنا دائما على ميد راديو، هذه المره غادي نمشيو مباشر لفقره بريكولاج، مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات، واول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند ظاهره بوشارب. ظاهره كتقول اختي عفاف، هذا الوقت ديال الشتاء والبرد، وكنعرفوا على انه الصباط اللي كيكون سخون وخصوصا الصبابط ديال الجل، بزاف ديال الناس كيختاروا انهم يلبسوهم في هذا الفصل، كيكونوا مواتين بزاف ومناسبين. المشكل اللي كيوقع انه ملي كيكون عندنا شي صباط اللي حنا بطبيعه الحال كنخزنوه حتى كيجي الفصل ديال الشتاء والبرد، الا كان ديال الجلد فمباشره ملي كنجبدوه كنلقاو بحال كيتكمش. فهنا شنو كتنصحنا ظاهره؟ قبل ما كنعاودوا نلبسوا هذا الصباط كناخذوا الزيت البلديه وكندهنوا داك الصباط وكنركزوا على دوك البلايص اللي بحال فيهم بحال تشققات بحال مكمشين، غير طبقه خفيفه كتكون من الفوق، كندهنوه بالزيت البلديه وكنخليوه كيبات ليله كامله حتى الصباح، وكندوزوا عليه بشي فوطه اللي كتكون كتشرب وما كتطلقش الخمله، النتيجه كتكون هائله، فغتفاجئوا انه دوك التشققات ما كيبقاوش نهائيا، والصباط ديالكم كيرجع كيلمع وبحال جديد. فاذا ما علينا الا ناخذوا الزيت البلديه طبقه خفيفه كندوزوا على الصباط من الفوق وكنخليوه كيبات ليله كامله، في الصباح كندوزوا بشي فوطه اللي كتكون ما كتطلقش الخمله، والنتيجه كتكون مرضيه بزاف. عطاتنا ظاهره بوشارب اقتراح اخر بالنسبه للناس اللي كيتشكوا من الصفوريه اللي كتكون في الحوايج، خصوصا الا كانوا بالوينات مفتوحين بحال باج ولا ابيض، فديك الصفوريه كتكون باينه، وكاين الناس اللي كيتشكوا على انه كيتصبنوا التصبينه الاولى والتصبينه الثانيه والصفوريه ما كتبغيش تحيد. باش كتنصحنا ظاهره بوشارب كتقول قبل ما نصبنوهم سواء الصابون باليد ولا الصابون بالماكينه، كيخصنا نصيبوا واحد الخليط اللي هو ساهل، كنستعملوا فيه الخل مع المسحوق ديال البيكربونات الصوديوم، باش كنحصلوا على واحد العجينه، هذيك العجينه كندهنوا على دوك الطبايع اللي هما صفرين وكنخليوها كتنشف عليهم مزيان حتى كتنشف، وديك الساعه كنفركوا باستعمال الماء مع صابون الحجره، والنتيجه كتكون هائله وديك الصفوريه ما كتبقاش نهائيا. اذا اول حاجه كيخصنا نصيبوا خليط بالمسحوق ديال البيكربونات الصوديوم مع الخل، بحيث انه كنحصلوا على واحد العجينه، كندهنوا على دوك الطبايع اللي هما صفرين وكنخليوا ديك العجينه حتى كتنشف عليهم، عاد ديك الساعه كيكفي انه فركه خفيفه كندوزوها بيدينا باستعمال الماء وصابون الحجره. نمشيو هاد المره لاقتراح اخر من عند دلال هاد المره، ودلال كتقول بالنسبه للناس اللي كيبغوا مثلا يصيبوا شي كاك، عاد كيتفاجئوا انه الياغورت ما كاينش في الدار، فباش نقدروا نعوضوا داك الياغورت ما علينا الا نستعملوا كاس ديال الحليب مع عصير حامضه، كاننا استعملنا ياغورت تماما من ضمن المقادير والمكونات ديال الكيك، كتبقى هذه حيله من الحيل الا تفاجئنا على انه الياغورت ما كاينش في الدار وحنا بغينا نصيبوا شي كيك، فما علينا الا نعوضوه بكاس ديال الحليب اللي كنعصروا فيه حامضه. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند حكيمه، حكيمه كذلك كتنصحنا بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم سيكان ديال الجلد وكيتفاجئوا على انهم فيهم الغموليه، هكذاك ديطاش او انقطاص ديال الغمال، اشنو كتنصحنا حكيمه؟ كتقول عندكم زوج ديال الاقتراحات، اما كدوزوا صابون الحجره اللي كيكون مفزك بشويه ديال الماء على دوك الطباعي ديال الغمال وكتخليه شويه على الاقل واحد المده ديال نص ساعه حتى لساعه الا ربع حتى لساعه، اولا كتعوضوه بالمعجون ديال الاسنان، وكترجعوا كدوزوا بواحد الشيته اللي كتكون رطبه، النتيجه على ان دوك النقاط ديال الغمال ما كيبقاوش في داك الصاك ديال الجلد نهائيا. اذا اما كناخذوا طريف ديال صابون الحجره ولا صابونه ديال الحجره اللي كتكون صغيره، كنفزقوها بشويه ديال الماء وكندوزوا على دوك ليطاش ديال الغمال ولا النقاط ديال الغمال، وكنتسناو حتى كينشف داك الصابون عليهم، عاد كندوزوا
ندوزو بشي شيتا اللي كتكون رطبه ماشي شيتا حرشه باش داك الصاك ديال الجلد كنحافظوا عليه وما كيتخدش. الا ما بغيناش نستعملوا صابون الحجره كنعوضوه بالمعجون ديال الاسنان وخلاص. دابا الاوفياء ديال البرنامج يعني حفظوا هذه الحيله بالنسبه للمعجون ديال الاسنان كيكون فعال على ليطاش ديال الغمال فين ما كانوا اما في الصاك ولا في الصباط الى عندنا حتى في الحوايج حتى بالنسبه للحيط الا كان فيه الغمال فكيبقى انه المعجون ديال الاسنان من ضمن الحيل والاقتراحات اللي كتكون فعاله بزاف. فشكرا لك حكيمه, شكرا لظهيره بوشارب, وكذلك شكرا للدلال على كل الافكار والاقتراحات اللي هما فادونا بها في الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش اليوم التواصل غادي يكون مع متوجه الشهر اللي هي مليكه من تيزنيت, فاليوم ان شاء الله غادي نتواصلوا معها وغتفيدنا بالافكار وبالاقتراحات ديالها. وما تنساوش على انه دائما التنافس راه كيبقى مفتوح لاختيار متوجه الشهر, فعلى قد الاجتهاد ديالكم والتواصل ديالكم معنا من خلال صفحه البرنامج على قد ما كتكون الحظوظ ديالكم اكثر فاختياركم كمتوجات. وهكذا طيله الشهر كنبقاو نتواصلوا معكم كل يوم اثنين على الهواء مباشره باش كتفيدونا بالافكار وبالاقتراحات ديالكم وكتقاسموها وتشاركوها معنا انتم. اوفي انا كذلك مرحبا بتساؤلاتكم ان شاء الله على الارقام اللي مفتوحه دائما 0522 46 72 50 51 او 52 وكذلك الرقم 50 80. ما تنساوش كتبوا كلمه ماد, خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 50 80. احنا غادي نمشيو باش نتواصلوا مع ملكه من تيزنيت اللي هي متوجه هذا الشهر. كيف الحال ملكه؟ السلام اختي عفاف, كي دايره؟ اهلا وسهلا. الحمد لله ملكه, مرحبا بك وهنيئا لك, فانت تستحقي انك تكوني متوجه. يا ما فتينا بالافكار وبالاقتراحات ديالك ودائما كتواصلي معنا من خلال الصفحه ديال البرنامج, فهذا كيبقى اقل حاجه. بارك الله فيك اختي, تحياتي لك كبيره بزاف, وتحياتي للطاقم نيت راديو, وتحياتي الاخت سميحه, وتحياتي لجميع المستمعين والمستمعات وديال ميد راديو. شكرا اختي على الاستضافه. مرحبا ملكه وشكرا لك. انت هي دابا معنا من تيزنيت وكنتمنوا ان شاء الله على انه الافكار والاقتراحات ديالك كيف عودتي دائما تلقى صدى طيب عند الاوفياء ديال البرنامج. فنمشيو ملكه على بركه الله, اول اقتراح ناخذه منك اليوم شنو غيكون؟ يا اختي اول اقتراح عندي واحد النصيحه بالنسبه لذاك الرولو ديال السلوفان. أيه. كنهضر على ذاك الرولو ديال السلوفان المغليظي. اييه عرفتي اختيك؟ اييه ديال السلوفان اللي كيكون غالبا هو من الكرتون, كيكون ديال الكرتون من الداخل. ديال الكرتون. أيه. من الداخل اللي كيتقاد علينا ما كنلوحوش. ايه كناخذوه وكنلويو عليه واحد كنغطيوه هنيت غير بشويه ديال السلوفان وكنستعملوه كدلاك. اييه ومره ايوا مره كنبدلوا داك السلوفان راه كيجي زوين الى رجلك الصابلي ولا اي حاجه. تبارك الله عليك. اذا بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش المدلك في الدار او لا المدلك توضر وما كانش, فممكن كناخذوا كيف ما قلتي هذا الغلول اللي حنا كنديروا عليه غير واحد الطبقه خفيفه ديال السلوفان وكنبداو كنسرحوا به ديك العجينه, النتيجه هائله. وتبارك الله عليك فعلا كيكون فعال لانه هو من داك الكرتون اللي هو قاصح يعني كنتحكموا فيه بيدينا. تبارك الله عليك. شنو هو الاقتراح الثاني؟ عندي الاقتراح الثاني ان اختي دوك العلب الصفراء ديال الصفراء اللي كيكونوا في العلبه ديال اتاي. أيه. كيكونوا اما صفرين ولا فضيين. أيه. كيكونوا الغص ديال العلبه ديال اتاي. واخا اي ما كنلفهمش كنعمرهم بالمكسرات اما اللوز او القرقاع او البيستاش او الكاجو, وكل علبه كنكتبوا عليها التسميه ديال النوع المكسرات اللي درنا فيه. واخا وكنسدوهم سكوتش راه اختي عفاف راه تيبقاو مقرمشين وما كيتغيرش لهم المذاق, كنديرهم غير في الثلاجه هكا. واخا تبارك الله عليك. ايوا بالنسبه لهاد الفواكه الجافه وهاد المكسرات كنعرفوا انه دابا في الحال يعني في الفصل ديال الشتاء والبرد بحال كيبردوا فما كنقدروش كاع نبقاو ناكلوهم نهائيا, فهذه حيله من الحيل لانه كنديرهم في دوك العلب الدخلانيين ديال اتاي. أيوه. اللي كيكونوا اما ذهبيين ولا كيكونوا بيضين هكذاك ارجونتي, كنعمرهم دوك المكسرات وكنسدوهم بسكوتش كيف ما قلتي باش كيبقاو هكذاك مقرمشين. تبارك الله عليك. شنو هو الاقتراح الثالثه ملكه؟ انت اقتراح ثالث هنا دوك الغلاق ديال القراي. اييه كنجمعنا منهم واحد العدد وكناخذوهم كندهنوهم شويه الزيت. كناخذو شكلاط تيكون عندنا شكلاط ابيض مذوب وكنديرو في واحد جيب حلواني وشكلاط كحل حتى هو مذوب في جيب حلواني. اييه كناخذو هذوك الغلاق راه دهناهم شويه الزيت وكنديرو واحد الطبقه خفيفه ديال الشكلاط وسط منهم. اييه النص كنديروه بيض والنص كنديروه كحل. والشكل الثاني كنديرو النص كحل وكنزوقوه بشكل بالشوكولات الكحل على شكل حالة زولي. أيه. او ثاني العكس شي واحد كنديروا الطبقه كنعمرهم بالطبقه
ديال الشوكولات البيض وكنذوقوهم بالشوكولات حتى على شكل حلزوني. أيه. وكنخليهم حتى كينجمدوا حتى كيشدوا وكنقلعوهم كنديموا ليهم كنحصلوا على اقراص ديال الشوكولات كنزينوهم اما في لي طارت اما في لي صابلي ولا اي حاجه بغيناها. تبارك الله عليك. كيجيو رائعين. واخا نمشيو لاقتراح اخر. من الاقتراح الاخر عندنا اختي الخبز الى شاطلينا سواء ديال القمح او كومبلي او فورت ما نلوحوش كناخذوه وكنفرتطوه وندخلوه للفران شويه على نار مهيله شويه. كنخليه واحد ربع ساعه وكنسيو الفران وممكن نديرو هذه العمليه جوج خطرات. ملي كنشوفو راه قفاح الا ما قفاح كنعاود نديرو العمليه. كنطحنوه مزيان ونغربلوه وكنستعملوه في لي كيك ولا نقرصو به الخبز ولا كنستعملوه في اي حاجه بغينا نقليوها مثلا الحوت ولا المعقوده ولا اي حاجه بغينا نقليو راه كيجي مقرمشي. اييه تبارك الله عليك. مثلا بعد ما كندوزوها في البيض فحنا كندوزوها فيه. تبارك الله عليك. اييه واخا نمشيو لاقتراح اخر مليكه. اييه نمشيو واخا ناخذو هو يكون اخر اقتراح معك اليوم. اختي حيت جاوني الطلبات بزاف على الحلوه ديال اللوز قال لك الا كتيبس ليهم الحلوه ديال اللوز اللي كتيبس ليه الحل انها كنجمعوها في ديف ديال حياتي ونديروها في الكسكاس كنفرشوا فيه هذاك الكسكاس كنفرشوا فيه واحد الفوطه وكنبخروا هذيك الحلوه على نار هادئه على نار مهيله شويه حتى تبان لينا راه رطبه كنحيدوها ونخليوها حتى تبرد وكنجمعوها في شي بواطات وكنديروا في ديك البواطه فوق منها قشور ديال البرتقال وكنديروا عليهم ديك الجهه الليمونيه هي اللي كنديروا على الحلوه ماشي الجهه الاخرى البيضاء. اييه وكنغطيوها بالسلوفان وكنسدو ديك البواطه ديالنا راه كتبقى عندنا رطبه مده ولكن اختي اختي عاشت مره نبدلو دوك القشور ديال الاسمدو باش ما كيغملوش لينا القشور ديال الليمون ديال الليمون. اي مره كنبدلوهم واخا الا سمحتي ملي كنعاودوا الطريقه بالنسبه للحلوه ديال اللوز ملي كتنشف وما كتبقاش هكذا كرطبه شنو كنديروا؟ كنديروها كنفوروها في كسكاس. اي لا كنجمعوها في بزيف ديال حياتي. اييه وكنديروها في الكسكات كنكونوا ديجا مفرشنا فيه شي فوطه. اييه ونبخروها على نار مهيله ما نديروش سميتو ما نجهديش عليها العافيه. اييه صافي ملي تبان لينا راه رطبات وداك الشيء كنحيدوها نخليوها حتى تتبرد شويه عاد كنجمعوها في البواطه. اييه وكنديروا فوق منها قشور ديال الليمون وكنأكد ان القشور ديال الليمون يعني ديك الجهه الليمونيه هي اللي كنديروا على الحلوه ماشي ماشي الجهه البيضاء. اييه تبارك الله. كنغطيوها بالسلوفان وداك الشيء ولكن مره كنبدلوا ديك القشور باش ما يغملش لينا سميتو. أيه. ما تغملش لينا الحلو. تبارك الله عليك مليكه. تبارك الله عليك مليكه وشكرا لك مليكه من تيزنيت وانت متوجه الشهر وان شاء الله احنا طيله شهر نوفمبر غادي نبقاو نتواصلوا معك كل يوم اثنين على الهواء مباشره باش تفيدينا بالافكار وبالاقتراحات ديالك. مرحبا بتواصلكم معنا اوفيائنا على 0522 42 71 50 51 او 52 في مكالمه معنا هذه المره سميه على الخط من تارودانت. اهلا وسهلا سميه مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير اختي عسل لاباس عليك؟ الحمد لله سميه مرحبا بنازيه تارودانت. الله يبارك فيك اختي انت راك عزيزه والله وانتم اعز. مرحبا سميه. عندي زوج اقتراحات. الاقتراح الاول على حساب اللي عنده الحلوى اللي دوز حاكا في شي مناسبه. اييه وعنده الحلوى كثيره وما يحتفظ بها. واخا يحطها في البواطه. إيه. يدير فيها قطعه ديال السكر كيصفو وحدها ويغطيها ويحطها في الثلاجه. اش نقول لك دوزها مناسبه في شهر خمسه وبقى ودرنا كميه كثيره ودروك حد الان باقى الحلوى. كنقول لك حطيتها اللي حطيت عليه كيستغرب كيقول لك ما يمكنش تقول لي داز عليها هاد الصوره كلهم. اييه كتبان بحال يلاه مصيبه. تبارك الله عليك. اذا غير طريفات ديال السكر اللي كتسد فيهم حدا الحلوه وكتسدي ديك البواطه وكتخليها في الثلاجه. اييه الاقتراح الزوج على حسب اللي عنده الماعن بحال هكا في العيال كيغسلوا كيعلقوا الماعن اللي بحال هكا كيتغبروا لهم ولا كيجروا الميكا يسدو بها الميكا عاديه ديال 4 دراهم تقرا 4 يسدو بها الماعن يعلقوهم. اش نقول لك واخا يدوز عليها ما نعرفش الا سليتيهم كتلقيها نقيه كتلقيهم نقيين.
أيه. تبارك الله عليك يا سمية. بارك الله فيك اختي عتاده، ديما كنقول بنتواصل معك كل يوم وطول أزل. شكرا لك يا سمية، وحنا فرحانين سمعنا صوتك اليوم وفتينا بزوج ديال الاقتراحات سمية من تارودانت، مشكورة. من بعد سمية هاد المرة معنا عائشة على الخط من مدينة الدار البيضاء، أهلا وسهلا بك عائشة. ألو، السلام عليكم لالا الغزالة. وعليكم السلام ورحمة الله عائشة. الله يوفق بإذن الله يا رب الجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك. عندي واحد ثلاثة اقتراحات. أيه واخا عائشة دايما ما شاء الله سخية، ما كاينش اقتراح واحد، ديما ثلاثة والفوق. الله يطولين عمرك. واخا عائشة شنو هو أول اقتراح؟ غادي نعطيك واحد دابا إن شاء الله الحوايج البيضين بغينا نديرو في الماكينة. أيه. الباص ما كيخرجوش مزيان. واخا. أيه. كنشدو لالا كنزيدو معاهم خمارات الحلوة. خمارة ديال الحلوى. آه كيخرجوا كيشعلوا. كيف فين ما كنا غنصبنوهم، الصابون في الماكينه ولا الصابون باليد بحال بحال؟ ايه المهم ديك الخماره تكون معاهم. اييه. كيخرجوا كيشعلوا. عطاتي واحد السيده كنشكرها بزاف بزاف. نعم، خمارة ديال الحلوى كنديروها مع الحوايج البيضين باش داك البيض الناصع كيخرجوا كيشعلوا. البيض ناصح بزاف. واخا. الله يبارك فيك. وعندنا دابا معك الفرن، الفرن السميده ولا الشعريه ديال الشعريه اللي بغينا، ماشي سكتو. اسفة. أيه. هي دي مثلا كنو كنخلو واحد تنديرو واحد طريف ديال الزبده وسط البرمق باش ما حدا كتفور هي كتيدم. أيه. باش كتجينا سهله في الاخر، باش كنديرو غير شي بزبده كتعطي المفعول ديالها. واخا. وعندنا لا دابا حيت دابا دابا الشتوى تبارك الله، صبيل السنيدلات داكشي ديال الصيف خاصنا نحيدوهم. أيه. كنشدو بحال دابا دي ساشي كنخلصو شي القرنفل اولا شويه ديال الخزانه وتنديرو ديك في الكميميسه ديال وكنديرو ديك الصنداله اولا الصابوله وكنجمعو ديك الميكا وكنخليوها. اللي ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم الى جا الصيف كتجبدي الصنداله كتلقيها ما كتكون فيها لا ريحه الغماله لا والو، كتكون مزيانه. اييه تبارك الله عليك عائشه. وشكرا لك فتينا بثلاثه ديال الاقتراحات. ونهاركم مبروك باذن الله. علينا وعليك عائشه ان شاء الله، شكرا لك تواصلتي معنا. من بعد عائشه هاد المره مريم على الخط من ايرفود، اهلا وسهلا بك مريم. السلام عليكم خافر. وعليكم السلام ورحمه الله مريم. لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله، شكرا على هذا البرنامج اختي. العفو، شكرا لك مريم تواصلتي معنا. احتفلتوا بموسم التمر ولا مازال؟ دابا اختي. ومازال عندكم التمر ولا صافي ما بقاش؟ نعم. مازال كاين التمر ولا ما بقاش؟ باقي الخير الحمد لله. بالصحة والراحة طبعا، من المناطق المشهورة بالجودة ديال التمور ديالها سبحان الله، مذاق متميز وخاص بهذيك المنطقة. مرحبا مريم. شكرا نفسي. أختي عندي واحد الله إلا سمحت. أيه؟ واخا. عندي واحد صفاية خضراء ورقتها في الماء الليلة كاملة. أيه؟ صباح لقيت فيها طبعات ديال السواك، أنا درت السواك في الجيب ديالها. اييه نسيتي واخا ان شاء الله. نجاوبوا على السؤال ديال مريم وشكر ليك تواصلتي معنا من ايرفود، ونعطوك الحل ان شاء الله بالنسبه للطبعه ديال السواك الا كانت في الحوايج شنو نقدروا نديروا. من بعد مريم من ايرفود هاد المره غنتواصلوا مع مريم ثانيه، ولكن هاد المره من مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بك مريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره اختي عفاف؟ لاباس عليك؟ الحمد لله مريم، مرحبا بك. شكرا على هذا البرنامج بزاف. العفو، مرحبا انا مريم. اختي انا عندي سؤال، عندي واحد الفورنو. اييه. وتصدى عليا. ايه. وبغيت منكم شي اقتراح. واخا، الفورنو هذا واش هذوك اللي كيتحط غير بوحدو في عين وحده، ولا فورنو ديال البوطه اللي كيكونوا كثار، كيكونوا خمسه ولا سته؟ الفورنو ديال البوطة. اييه واخا ان شاء الله نجاوبوا على سؤالك مريم، شكرا لك تواصلتي معنا. العفو مريم، شكرا لك. نتواصلوا هذه المره مع ام رانيا على الخط، اهلا وسهلا بك ام رانيا. اهلا وسهلا اختي عفاف. مرحبا بك. الله يحفظك، الله يطول عمرك يا حبيبه. مرحبا ام رانيا، اهلا وسهلا. على السؤال اللي سالتك واعطيتيني الجواب ديالو اليوم بالنسبه للحوايج اللي كيصفروا، انا غادي نجربو. جربينا. واخا مرحبا. انا عايزك. سؤالي لك اختي عفاف، الله يجازيك بخير. او الاخوات. أيه؟ او الاخ سامي دانان. واخا. عندي واحد بلاكار ديال وليداتي في البيت ديالهم. أيه؟ هو ديال الحيط. مؤخرا اختي عفاف ولاو كيخرجوا لي واحد بخيخيشات راه بحال الحوته. اييه. ما كيتحركوش، كيكونوا ما كيتحركوش. هذوك اللي زحافين. اييه. هادو ما خليت اختي ما درت اي حاجه تيقولوها لي تنديرها. ومؤخرا قالوا لي واحد الدواء هو فيه شويه ريحه مجد. اييه. اليوم عليهم لانهم هما باقيين صغار. بنتي عندها 7 سنين وولد عنده 5 سنين، دونك خفت. وبقيت اخوات ولا الاخ ثاني دانان. يعتقني عافاك. واخا، غير ام رانيا الا سمحتي ديك الحيله ديال البطاطا ما جربتيهاش؟ البطاطا. لا
واخا هي اللي ان شاء الله غادي نفكروك بها أمرانية، وهي حيله مشكور الخبير المختص في الديكور سامي دنان، لانه كانت مستمعه اللي طاحت في نفس المشكل، انه دوك الحشرات اللي كيكونوا هكذا في بلاكار الا كان مبني في الحيط، فهما هاد الحشرات مين جايين؟ هما ديال البروده وديال الغمولي الا كانت في بلاكار. فاحنا ان شاء الله غنرجعوا نذكروا مع الخبير المختص في الديكور سامي دنان في الحلقه ديال غدا ان شاء الله بهاد الاقتراح اللي كنستعملوا فيه فقط غير البطاطا. فين كيبقى المشكل؟ هو في التقنيه كيفاش غنديروها، واللي غيشرحها ان شاء الله سامي دنان في الحلقه ديال غدا. فغير بقاي وفيه لينا كوني متابعانا أم رانيا. تواصلنا دائما معكم اوفياءنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. غادي نبقاو لحظه مع اختيار غناء نسمعوا ليه وراجعين مباشره، فبقاو ورجعنا اكيد دائما على ميد غاديو اللي تعال قريب منكم، وبرنامجكم سيداتي سادتي مازال مستمر ومتواصل معكم ان شاء الله حتى الوحده. غادي نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع حليمه على الخط معنا من الشماعيه. اهلا بك حليمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كدير الخط عفاف لاباس عليك؟ الحمد لله حليمه مرحبا بك. نشكركم بزاف على هذا البرنامج. العفو. كيدونا بزاف ربي يخليك. مرحبا. الله يخليك اختي، واحد الطلب بالنسبه للناموس. اييه. شي وصفه الله يخليك، وواحد الطلب اخر الله يعطيك الصبر. واخا. كيكه الله يخليك ما كتصدقش ليا. ما كتصدقش لك من اش من ناحيه؟ ما كطلعش. اي ما كطلعش اختي الله يعطيك الصبر. وفاش فاش كطيبيها؟ في الران ديال الغاز ولا ديال الضو؟ لا غير ديال الغاز. اييه. كتحلي عليها الباب قبل ما كطيب حليمه؟ لا تا كطيب تا كنشم ريحتها ملي كنحل الفران كتبقى يعني ما كطلعش ليا. اييه واخا. غير حليمه الا سمحتي شحال من خماره كتستعملي فيها؟ اربعه الخمارات. اربعه ديال الخمارات. اها واخا نجاوبوا على السؤال ديالك حليمه. شكرا لك. واحد التحيه الله يعطيك الصبر. واخا بسرعه حليمه. واخا تحيه لكم وتحيه للسامحه مستقبله المكالمات، وتحيه لاختي حياه من مراكش. تحيه ليها الا كانت في الاستماع، وشكرا لك حليمه تواصلتي معنا من الشماعيه. غادي نمشيو هاد المره نتواصلوا مع لطيفه على الخط من ايرفود. اهلا وسهلا بك لطيفه. سلام لله عفاف، كي دايره حبيبه؟ مرحبا بلطيفه. والله الا كنشكروكم ومتبعينكم ولينا مدمنين في الراديو. مرحبا لطيفه، تحيه للناس ديال ايرفود. الله يبارك فيك اختي، بغيت نقول لك واحد الطريقه على التمر اللي بغا يبقى واحد المده طويله بزاف. اييه واخا. بالنسبه للتمر كتاخذي التمر وتخليه شويه في الشمس، وتاخذي واحد البيدو ما يكون فيه لا ما لا والو، يكون مستقطر مزيان. واخا. وكديري ذاك التمر وكديري واحد الميكا واحد البلاستيكه في الفم ديال البيدو كتغيري مزيان. اييه يا بغيت نسولك واحد السؤال اختي. واخا. هذه الطريقه لطيفه غير الا سمحتي قبل السؤال، شحال تقريبا كيبقى عندك التمر ملي كديري هذه الطريقه؟ شحال المده تقريبا؟ كيبقى عندنا حتى رمضان ان شاء الله. اييه حتى لشهر رمضان الكريم. واخا تبارك الله عليك لطيفه. شنو هو سؤالك؟ سؤالي بغيت نقول لك اختي على الجلد الابيض. اييه. كيدير لي واحد الطبايع، الله يسهل عليك ندير شي حاجه اللي يعاود يولي في اللون ديالو. واخا. اشنو هذا عندك في التفريشه؟ عندك في الفراش؟ لا عندي في هادشي ديال المنصه والكراسه. اييه واخا. كيدير لك نقاطي شنو؟ واش غمال ولا غير اوساخ؟ كيدير لي واحد الطبايع بحال اللي كحل. واخا. واحد السؤال اخر الا بقيتي على خاطر. واخا لطيفه شنو هو؟ الاكسسوارات اختي، بغيت باش يبقاو فيهم اللمعان. اييه. الله يجازيك بخير. اش من اكسسوارات هادو بالضبط؟ من اش مصنوعين؟ من النقرة. واخا ديال النقرة. واخا ان شاء الله نجاوبوا على الاسئله ديالك لطيفه. شكرا لك تواصلتي معنا من ايرفود وفتينا حتى اقتراح بالنسبه للتمر الا بغينا نحافظوا عليه، وقلتي انه هذه الطريقه اللي كديري انت من دابا كتخلي التمر حتى لشهر رمضان الكريم وكتلقاي مزيان بهذه الطريقه اللي عطيتينا واللي هي سهله بزاف. نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى معنا بشرى على الخط. اهلا وسهلا بك بشرى. السلام عليكم اختي عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بشرى. بزاف على النصائح اللي كتعطيونا وكتستافدوا منهم بزاف. العفو بشرى، اهلا وسهلا مرحبا بك. اختي عندي جوج ديال الاسئله اذا كان ممكن. واخا. شنو هو السؤال الاول؟ السؤال الاول عندي ثلاثه في الكري، هذوك اللي كيكونوا في الكري. أيه. خرج ليا فيها في الصدى. خرج فيها الصدى. عندي طاش هكا ديال الصدى وما عرفتش شنو غندير لهم، وخا كندير لهم داك البخودوي كنصحهم. أيه. انه ما كيحيدش ليا الصدى. كيحيدش. وسمحي لي بشرى، هاد الطبايع ديال الصدى عندك على برا في الثلاجه ماشي لداخل؟ على برا. من برا. أيه. غير في الباب التحتاني الكبير. اييه. والسؤال الثاني اختي، عندي سدادر تاع الجلد باش ننظفهم. سدادر ديال الجلد بداو كيشهاب بحال كيشهابوا، وعندك الغباريه وداك الشيء بغيت ننظفهم. هاد الجلد اش من لون؟ اللون ديالهم بشرى نواغ كحل. في الكحل.
واخا ان شاء الله نجاوب على الاسئله ديالك بشرى، وشكرا لك تواصلتي معنا. فقط بغيت نقول لكل المستمعين الكرام على انه الافكار والاقتراحات منهم بهيجه، فطلبتنا باعاده ادراج اقتراح مر معنا في الفقره ديال البريكولاج. فبهيجه هاد الاقتراحات كيمكن لك انك ترجعي ليهم في اي وقت من خلال صفحه البرنامج، ما عليك الا تكتبي سيداتي سادتي باللغه العربيه، فغتلقاي الصفحه ديالنا موجودين فيها كل هاد الافكار وهاد الاقتراحات، وموقعين بالاسماء ديال المستمعات اللي حنا كنقولوا الاسماء ديالهم لما كيبعثوا بالافكار وبالاقتراحات. بحال اليوم مثلا غتلقاي الاسم ديال زهيره بوشارب، غتلقاي دلال، غتلقاي حكيمه كذلك، وهما واضعين كل الافكار والاقتراحات ديالهم، وهكذا كتكون الامكانيه انكم ترجعوا ليهم في اي وقت بغيتوا. ما تنساوش كذلك تزوروا مجله المراه المغربيه بامتياز، موقع lalamulati.ma اللي كتلقاو فيه كل ما يفيدكم. وغدا ان شاء الله غيجمعنا موعد اخر معكم بحضور الخبير والمختص في الديكور سامي دنان، اللي كيجاوب على كل اسئلتكم اللي مرتبطة ومتعلقة بالديكور. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم في الإعداد والتقديم سعيد عقال، رفقتني في الإخراج وسميحة مشكورة في استقبال مكالماتكم. شهية طيبة، إلى اللقاء.